انا ايدي لك ايدي وانا وليك ايش يعني جحف غير ايدك؟ ايش يعني غير ايدي؟ انا قد ما دكيتها معناتها ما بده مستشفى، خذوا على الدكتور. انا اخذوا على الدكتور؟ ليش شايف عمي جوز امي خذوا انت؟ ليش حتى اخذوا انا اذا اخذته الدكتور بخبر الشرطه؟ لك انا يخبر الشرطه وابتلي فيه انا ويفتحوا لي سين وجيل؟ لك انا شو سين وجيل؟ رح يصفى دمي، رح يصفى دمي. شكرا. شو في حدا يلي؟ خير في ابو طمزي؟ واحد طبنجه بايده كان بده يقلعه. ما في شيء، ما في شيء، جرح بسيط ليك. جرح بسيط؟ دمه رح يصفى. قوم معي قوم قوم. شو لازم تسحفه؟ لك شو تسحفه؟ كان بده يقوصه. هلا برجع. الله لا يرجع. مو إلك إله. لو كان قوصك كنا خلصنا. راح ابو طمزي ما؟ كثير بالك ثاني مرة، بتجي عارف يعني كثير. لك شو قصتكم بهالحلقة؟ بروح وبيجي بلاقي واحد ملقح بالأرض، شو قصتك يا أخي؟ مرات من جمحيط، قال لي شوف الحمامة، قام ورجاني شو منظر. أكيد هذا الحيط، أكيد هذا هاني، فكرك عفيف. وأنا شو دخلني بهالقصة؟ شو دخلها؟ هذا هاني بيحب الأمانات، خربط فيك. قوم يا أخي قوم، قوم لوديك على المستوصف. لا لا لك قوم. إذا سألوا عني قول لهم هلا برجع. الله يوفقك يا عفيف ويكتر من أمثالك. أنا الخرطوش تبع الفرد شيتك. 20 واحد بدك تروح، أنت بدك تروح مية لأنك بهيم. ليش لما تحكي معه حط حالك محله، الولد والآن عشقان نايمان. لو أنا محله حط رجلي بظهره برفسها نفسي بجيبها برا، مو بروح بيت الشب مثل طربون الحبا. هلا عفيف مثل طربون الحبا؟ ايه طول وقامه ونباله، مو مثلكم وريع على عيونكم صفي دمي وانتوا واقفين. لا يغرك تصرف عفيف، انت بتعرفه بيعطيك ابره بياخدها مسله، لكن نسيت شو عمل فيني. تستاهلي لانك كنتي طمعانه فيه. على ايش طمعانه فيه؟ ايه ما كان حيلته النقله. طمعانه بصحته وشبابه، مشان هيك هو مثل طربون الحبا. كان مثل طربون الحبا قبل ما هانك يسفقوا على راسه. ولساته لانه هاني صمت واحد غيره. وعطوا بالكم ها عفيف بحمايتي. لك مو قبل شوي كنت عم تنتخي وبدك تقوصه؟ قبل شوي كنت حمار وهلا فتحت. يبعث لك قتلك الزيت بالشباك، حمار ما بتعرف تضرب ولا شيء. لك انا هاني وبضل هاني وبكره بتشوفي. روح اليك. قال ما عاد يقوم بشهر، قال هذا اذا قام. اعرف قدامي لشو؟ انا محاسبك ولا كلمه. يا اهل البيت، يا اهل البيت. مين؟ لك ولي عليك شو بعد فرقت معي؟ سيدي ابو نجيب احترامي. اي نعم سيدك ابو نجيب، وينه ابو طمزي؟ ابو طمزي خير شو في؟ مطرح ما انتم بتكونوا بيكون في خير؟ لا الله يسامحه. مو شغلتك، وين ابو طمزي؟ ابو طمزي بدك اياه ضروري؟ ايه ضروري. ايه تكرم عينك. ابو طمزي يا ابو طمزي، ابو طمزي في ضيف بده اياك. سيدي خير شو في سيدي؟ ايدك من ايش مضروبه؟ سيدي وقع عليها حجر. حجر ولا نيزة؟ نيزة؟ شو بدي اجيب النيزة لعنا سيدي؟ لك والله عيب، والله عيب. ايه حتما ما في غير الاحتمال لان ايدك محروقه حرق، فهاد يا نيزك يا حمم بركانيه. هاد اذا كانت مضروبه بحجر. بقى احكي ولا تعلل لي قلبي لك ابو طمزيه.